انا عايز بس اقول ان احنا في محمد محمود الجيش والشرطة او الشرطة اللي هو الزراعة القمعي بتاع العسكر القى علينا تقريبا حوالي 90,000 قنبلة غاز. 90,000 قنبلة غاز دي لما حصلت لجنة تقصي الحقائق اللي شرفت ان انا اكون شاهد فيها واترفع تقرير كلية العلوم جامعة عين شمس ان كمية الغاز دي كانت تكفي انها لو ضربت مرة واحدة انها تغطي مساحة من اول مصر من اول القاهرة لغاية اسكندرية ومن اول البحر الاحمر لغاية الحدود الليبية بالعرض لو كانت اطلقت في مرة واحدة اطلقت كلها طبعا اترمت في محيط منطقة ضيقة جدا في بعض الاحيان كانت بتلقى في اماكن مقفله كانت الغازات دي اولا غير معلومه يعني حتى ما كانوا بيرموا علينا قنابل غاز مش معلومه المصدر ولا معلومه التكوين فعشان كده في ناس كتيره يمكن اتصابت وفي ناس ماتت نتيجه ان احنا كاطباء مش عارفين ايه الماده اللي موجوده في قنبله الغازات عشان نقضي الحاجه المضاده ليها. كمية الغازات اللي اترمت الكثافة بتاعتها كانت عالية جدا يعني أنا شخصيا شفت ناس ماتت يعني على إيدي يعني نتيجة الغاز والتشنجات اللي كانت بتحصل نتيجة الغازات دي يمكن إحنا كمان ساعتها رفعنا في لجنة تقصي الحقائق التانية اللي شكلها مرسي في شهر 6 أول لما مسك وشهر 7 وخلصت في شهر 12 وصلت لنفس الحقائق وتم رفع التقرير مرفق بتقرير من دكاتره في علوم عين شمس ان هي الغازات دي مفروض ان هي محرمه دوليا وان هي لا تطلق في اماكن ضيقه وان هو ممكن استبدالها بقنابل بتعمل نفس التاثير المرغوب اللي هو تخلي الناس تجري من غير ما تعمل لهم تاثيرات صحيه من ناحيه القيء او التشنجات او الوفاه يعني والتقرير ده طبعا اتاخد ما حدش سمع عنه لغايه دلوقتي النتيجه ان هو نفس الغازات دي اللي اترمت على المرحلين او المعتقلين في سجن ابو زعبل وادت لوفاه 38 واحد فيهم فاحنا قدام اصرار على جرم معين بهدف نصره الثوره المضاده وتكسير الثغور.